والله تلفت لينا الحلوفة والله. قلت لكم ما تخرجوش ما تخرجوش فين امشي ها؟ ولكن انا 20 اخرج في دارنا ما اخرج تمشي في بلاصه باش قام تصيفطوني. ها هي في اير بوكس اليوم عند تساري وانا وياكم على 20 تسارية مفجعة ونبين لكم عاوتاني. قال لك 20 قال لك ما تخرجوش وهادشي من حقهم ما نخرجوش يا سيدي انا ما نخرجش. شوف 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 ايه هي الدنيا فين اخرج فين اجي هنشوف حالي هادشي ايه عامل كل شيء حابس. شو شو الطيارة طيارة تدير الدواء طيارة تدير فيها دخلنا لداخل يه 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 دخلت الفيرو دابا الدار عندي هذه الدار وانا هبات في الدرج سكينة فينك سكينة كاين انت واحد كوز نشد شد تفاح ايش الفيل اللي عندي في دينا شوف 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 طبالي شوف 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 عالم كيدي شوف 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 يا شوف الحوت الحوت الازرق تسمع السر طلع 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 ويلي 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 عالم كيدي الله لا خرجت والله خليني اهله خليني في دارنا فين نمشي؟ مشي اوه ماي جاد ايه الدنيا والعشان هو الديور في البحر شوف 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 فراخ في السماء شوف شوف دخلت الغابة دابا العشرين دابا رانا قاعد ناعس الله يقالك دير صابو البلدي واحد 10 ريال ديال صابو البلدي وطالقها تسرح انا الداخل دابا جيت للصحراء دابا دخلت للصحراء تاج محل وي دابا مشيت للهند انا فين وصلت الله قال لك الله دارو فينا خير قال لك جلسوا في الدار دابا انا راه انا في ميريكان هادي ولا ابو ظبي ولا ما عارفين هادي شوف 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 يا سلام شوف 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 والو بغينا نشوفو عاشي دريه كاع ما كاينه هنا كاين عبود وي دخلت العالم ديال بيبسي ايه هي بيبسي عاوتاني هاك على المانت عاوتاني بيبسي عاوتاني شو شو بيبسي كي داير دابا هادشي عاد القهوة برا اللهم خليكم من داخل شوف 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 يبيع الخبز جماهير يشجعوني دابا مع وصل يشجعوني I love you I love you أحبكم حبا جما شكرا 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 الله يحفظكم الله يسهل عليكم شكرا للدعم ديالكم ساريت يا خيسين ايوا نسالا وما كاين ما يدير قال لك مشي رجل هادي علاش مشي رجل شرج لهادي على 20 تسارى ما دانيش دابا شو شحال هادي لا دابا شو ما كاين تسارى نهضر مع 20 معقول وجاك وجه معقول المهم انا نهضر معقول وصافي ما ضحكنيش اصاحبي انا درت هذا الفيديو درته ان بنادم راه كاين بزاف ما يدار يعني في الدار يعني ماشي يبقى غير انه يقول قناه ولا شي حاجه يعني هذا الشيء راه درته بالعاني باش بنادم يعرف ان راه كاين ما يدار يتفرج في افلام بزاف يدير ديال الحوايج
باش ما يحش بالقنطه وهادشي. انا عارف الناس بزاف قنطوا في الدار وداكشي، ولكن راه شاركنا التجربه ديالك. شنو تدير دابا انت في الدار في النهار كامل؟ انت عندي تنتفرج مثلا فيديوهات، تنتيليشارجي افلام تنتفرج فيهم وداكشي. المهم تنحاول راسي، واخا مو باقي ما ولفتش، ولكن انا تنتعلم اللغات دابا، قربت نكمل اللغه السابعه. اينشتاين تايا انا طلع مسخك تنتعلم. انا كنهضر معاهم. المهم دابا الروسيه بقى لي شويه. ويلي تنهضر هذيك شارابوفا. شارابوفا ماكس حب، احنا ما واكليناش. ويلي والله مسخك، والله تلعب تينيس. المهم العشرين دابا نبقاو عارف تنبغيو نرفهو عليكم وترفهو على راسنا حنايا. المهم احنا درت هادشي باش نقول لكم ان نادم يجلس في الدار من الاحسن ليه، ما عنده مين يخرج يدير. راه بزاف ديال الحوايج يديرهم، نوضي يطيب، يغسل المواعن مع امو، يجفف المواعن. شنو هانيه الوالده ديالك تكون بحال احساس داكشي اللي تدفع لكم الملاسه، تيقول كل مرضي مع مرتو. كل مرضي مع مرتو ويكون مرضي مع امو، يعني بجوج. المهم الخوت من هادشي كامل، نادم يجلس في دارو ويخلق واحد الجو ديال السعاده مع موالين الدار وكذا، حيت دابا حنا في هذا العصر ديال التكنولوجيا خلونا اننا ما نبقاوش نجمعوا مع موالين الدار ديالنا بزاف. فهذه فرصه بنادم يجلس مع دارهم وياخذ وقت طويل مع دارهم، يسالي هذا الشيء ونتهناو من هذا الفيروس هذا يمشي في حالته في خطره، لان حاليا المغرب في العالم كامل كي تعتبر هو البلد الوحيد اللي عرف يتعامل مع هذا المرض حاليا. وحنا خاصنا نعاونوا الناس اللي مسؤولين، كيف ما قلنا لكم وكيف ما ديما عاود نقولوا لكم، جلس في داركم باش نحميو بلادنا ونحميو راسنا. المغرب اتخذ شي اجراءات اللي ما اتخذوهم الدول الاخرين، حتى فات الفوت، حتى وقعوا في كارثه. علاش حنا ما نستافدوش من دوك الاخطاء ونتخذوا من لصالحنا ونتخذوا دوك الاجراءات قبل باش نسيطروا عليه، لان بالسيطره غادي نغلبوا عليه الشيء اللي كاين. المهم الخوت، هذه رساله، درت هذا الفيديو غير باش نضحك معكم شويه ونفوج عليكم ونفوج على راسي حتى انا. المهم بنادم يجلس في دارو احسن حاجه، من الاحسن ما عنده فين يمشي. لا عنده شي واحد في الدار تيكون ضروري مسؤول هو اللي يخرج يقضي غرضه، ولكن هو يجلس في الدار. هذه هي اهم حاجه من هذا الفيديو. نتمنى يعجبكم الفيديو، وان شاء الله غنديروا فيديوهات غير باش نضحكوا مع بعضياتنا وندوزوا هاد 15 يوم ان شاء الله. نتمنى من عند الله ندوز غير هاد 15 يوم، نوصلوا ان شاء الله في رمضان، نوليو نصليو في الجوامع ونصليو التراويح، ونطلبوا الله يقبل لينا هادشي كامل والله يلطف بينا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم خوتي، تهلاو في راسكم. غنبوز لك راسك على هاد النصائح ديال الناس. شو تعمل عطاز ديال؟ شتي يا سهل؟